يعني من أولى الأخبار النهاردة وهي نعي شيخ من شيوخ كنيستنا وأحبرنا الأجلاء رقد في الرب بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرافي بلباخ وجنوب ألمانيا. تعزية لكل شعبه ومحبيه وأبنائه. نعى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجمع المقدس للكنيسة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا. جاء ذلك ضمن بيان نشرتها الكنيسة منذ قليل يودعون إلى السماء مثلث رحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بجنوب ألمانيا وذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طيلة 45 سنة كانت معظمها قبل درجة الأسقفية وأثناء خدمة نيافته في بلاد المهجر ونذكر له بكل التقدير والعرفان خدمته البازلة التي قدمها في عمله الخدمي حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها ورعى مع كل كنائس جنوب ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة ونثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. خالص العزاء لجميع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرة في الباخ ومجمع كهنة وخدام وشعب إبراشية جنوب ألمانيا وأسرته ومحبيه وكل أبناء أبينا المتنيح. كما تقدم صاحب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات يتقدمون بخالص العزاء في نياحة نيافة أبينا أنبا ميشائيل نياحة لروحه الطاهرة وعزاء سمائيا لقداسة البابا توادروس الثاني وأباء المجمع المقدس وشعب إبراشية ومجمع كهنتها ومحبيه. هيكون معنا عبر زوم الآن لمعرفة أكثر عن تفاصيل الجنازة وتفاصيل متى ستكون رؤية أبينا المتنيح ولشعبه ياخد البركة وتفاصيل ونقترب أكثر. هيكون معنا نيافة أنبا دانيال أسقف شمال ألمانيا. هيكون معنا أنبا دميان أسقف شمال ألمانيا. حلقتنا النهاردة هتنقسم لجزئين منها أن احنا هيكون معنا الآن أنبا دانيال ونتعرف أكثر عن تفاصيل الجنازة وتفاصيل رعوية بلقاء الأبناء بأبيهم بعد نياحته وأخذ ونوال البركة. وبعد كده هيكون في كلام عن الاحتفالية الكبيرة التي قام بها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالا بمئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث. حضراتكم والاحتفالية بمئوية ميلاد مثلث رحمات قداسة البابا شنودة وهنرجع لكلمة صاحب النيافة الأنبا أرميا والكلمات اللي كانت في الحفل والحديث عن الحفل اللي أخذ اهتمام تقريبا معظم الصحافة المصرية منذ قيام الحفل يوم الخميس. لكن هنعود الآن للخبر اللي بدأت به مع حضراتكم عن نياحة أبينا الحبيب نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرافي بلباخ وجنوب ألمانيا. تعزية لشعبه وأبنائه وكل محبيه من القلب. كما نعى قداسة البابا توادروس الثاني والمجمع المقدس سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل وكان جاء في البيان ونذكر له بكل التقدير والعرفان خدمته البازلة التي قدمها في عمله الخدمي حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها ورعاه مع كنائس جنوب ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم وأكمل سعي وذهب بسلام إلى موضع الراحة ونثق أنه يسمع الصوت الإلهي القائل كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك. خلص العزاء لجميع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفي بلباخ وجميع كهنة وخدام وشعب إبراشية جنوب ألمانيا وأسرته ومحبيه. كما تقدم صاحب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي
وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات يتقدمون بخلص العزاء في نياحة أبينا أنبا ميشائيل نياحة لروحها الطاهرة، وعزاء سمائية لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني وأباء المجمع المقدس وشعب إبراشية ومجمع كهنته ومحبيه. هيكون معنا عبر زوم الآن نيافة الحبر الجليل أنبا دميان أسقف شمال ألمانيا. سيدنا سلام. سلام ونعمة. تعزياتنا لنيافتك ولكل أبناء وشعب الكنيسة في نياحة سيدنا. ونطلب من ربنا ونطلب من الروح القدس أن يرسل العزاء في قلوب كل الناس سواء في مصر أو في ألمانيا أو في كل البلاد اللي تعرفت على صاحب نيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل اللي عرفوه عن قرب واتخدموا منه وشافوا محبته وروحيته. الحقيقة احنا بنفتقد شخصية كبيرة جدا في كنيستنا المجاهدة على الأرض، ولكن احنا نؤمن ان انضم للكنيسة المنتصرة نجم عظيم وشخصية متميزة. سيدنا يعني حزن شديد في أرجاء الكنيسة وكل محبي أبينا المتنيح. جاء في بيان المجمع المقدس أنه بعض التفاصيل عن خدمة سيدنا، لكن حابين نعرف أكتر من يافتك. فكرة أنه أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا بأكملها وبجوار خدمته للإبراشية ومرعاة الشعب. خلينا نعرف أكتر عن سيدنا المتنيح من خلال يافتك يا سيدنا. الأنبا ميشائيل ابتدى خدمته كراهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. في الوقت ده ما كانش حد يعرف حاجات كتير عن الأقباط، وابتدى في ظروف صعبة. أذكر أن أنا رحت في نفس السنة بتاعة شراء الدير 1980، وكانت درجة الحرارة تصل إلى 23 تحت الصفر، وكان التلج يصل للركبة. وفي الظروف دي ما كانش يبطل ولا قداس واحد ولا يبطل تسبيحة، إنما ساعات كنا بنبقى اتنين تلاتة مع بعض نصلي التسبيحة ونصلي القداس. وكان هو ده الحقيقة الروحانية المتميزة، وكان الأنبا ميشائيل يمارس حياته الرهبانية بكل تدقيق وبكل زهد وبكل نسك. وابتدى الصلاة تكون هي السبب الأساسي لتعمير هذا المكان. ابتدى يحول مكان كان بيستخدم زمان كخمارة إلى كنيسة، وكانت هي دي كنيسة القديس العظيم مريمينا العجيبي اللي اتبنت عليها الكنيسة الأنبا أنطونيوس في الوقت الحالي. وابتدى شوية بشوية ناس تنضم إليه، وابتدى ناس تصلي معاه، وابتدى ناس تحبه وعن طريقه تحب الرهبنة، وابتدى يمارس كرازة متميزة. وكانت طريقة الكرازة بتاعته هي الخدمة، كان يخدم الكبير والصغير ويقدم بنفسه الأكل للناس، يستضيف الغريب ويستضيف المريض ويستضيف الطالب والفقير، وكان يقدم خدمات بكل فرح، وعمره ما طلب أي حاجة من أي حد، وكان يعامل الجميع زي بعض سواء غني أو فقير، إذا كان متدين أو أقل تدين. فكان بيقدم الرهبنة بصورة خادمة وبصورة فعالة، ودايما كان بشوش ودايما عند روح المرح، وكان ينقل إلينا المسيحية المفرحة. كان كلامه موزون، يفكر فيما يقوله، ما كانش أبدا يقول أي كلام إلا لما بيكون درسه وعرف أبعاده. الحقيقة الأنبا ميشائيل كمان ما كانش بس من المصريين محبوب، لكن أيضا من الألمان، لأن هو أجاد اللغة الألمانية وقدر يصلي القداس باللغة الألمانية ويخدم الألمان. وعلشان كده بقى في أصدقاء كتير للكنيسة القبطية من الألمان، وبعضهم ابتدى يتعلم اللغة العربية، لدرجة إن في واحد اسمه مستر ماير جنب الدير ابتدى من سن 65 إن هو يتعلم اللغة العربية ويجيد اللغة العربية الآن بطلاقة شديدة، وكان يحب الدير ومفيش يوم يعدي غير لما يجي يزور الدير ويقرأ أبانا اللاذي ويسلم على وقتها كان أبونا مخيل وبعد كده سيدنا الأنبا ميشائيل. فالحقيقة الأنبا ميشائيل قدر يكسب لكنيستنا من المصريين ويكسب لكنيستنا أيضا من الألمان شعب كتير جدا، ورمى بذور المحبة فآتت بثمار كثيرة. الإنجازات العمرانية اللي هو عملها الحقيقة
تعتبر كبيرة جدا، وما كانش في أي خطة ولا كان في ميزانية، إنما كان يشتغل بالإيمان وبالبركة. يرجع إليه الفضل في شراء دير العذراء والقديس موريس في هوكستر، وهو دفع الثمن بتاع الدير ده، وقتها كان 1 مارك، وفعلا المارك ده حوله من دير الأنبا أنطونيوس. ورفع إيديه لما المسؤولين سألوه: أنت إزاي هتقدر تصرف على الدير ده؟ لأن ده في حالة سيئة جدا ومحتاج فلوس كتير. فرفع إيديه للسماء وقال: إحنا عندنا إيمان بربنا، ربنا هو اللي هيعمر هذا المكان. فقالوا له: بصراحة الكلام ده تقدر تقوله في أديرتكم في مصر، لكن هنا إحنا عايزين نعرف ميزانية. فابتدى يضحك، وفعلا ثبت نجاح الإيمان ونجاح البركة، وقدر ربنا يعمر على إيديه دير الأنبا أنطونيوس ودير العذراء والقديس موريس. فالحقيقة الأنبا ميشائيل يعتبر جزء لا يتجزأ من تاريخ الكنيسة القبطية في ألمانيا، وهو غير الخريطة، غير الوجود القبطي في ألمانيا، وترك بصمات لا يمكن أن يمحيها أحد، لأنه هو جزء لا يتجزأ من تاريخها. الحقيقة الأنبا ميشائيل عرفنا صورة الرهبان بتوع القرن الرابع، والأنبا ميشائيل عاش في زهد كتير، اشتغل في ظروف صعبة، واجهته مشاكل كبيرة، لكنه كان بيتعامل معها بالإيمان وبالمحبة، وعلى إيديه ناس كتيرة اتحلت مشاكلها، وناس كتير قدرت تشتغل، وناس كتير قدرت تشق طريقها في أوروبا. كان عنده طموحات وربنا حققها، كان عنده أمال كبيرة ولم يكن مبالغ فيها، لأنها كانت مصحوبة بالإيمان وبالصلاة. الحقيقة إحنا بنفتقد شخصية كبيرة، وأب حنين وراهب حكيم ومطران أسقف قديس. الحقيقة نقل الكنيسة القبطية لأوروبا بطريقة لائقة، ويرجع إليه أيضا فضل إنعقاد مؤتمر برو أورينتا في دير كروفلباخ، وأيضا مؤتمرات كبيرة، وأيضا ربط الدير بالجامعات الألمانية، فجاء كبار الأساتذة والطلبة وعقدوا مؤتمرات علمية على أعلى مستوى، وخرج من هذا المكان أيضا منشورات علمية يمكن أنها تدرس في الجامعات. ويرجع إليه تأسيس الكلية الإكليريكية وتأسيس الدير اللي ما كانلوش وجود زمان. والحقيقة يعني احنا بنفتقد أب حنين، ونفتقد راهب متواضع، ونفتقد أسقف حكيم، بنفتقد كارز من نوع متميز، وبنفتقد عالم من العلماء، بنفتقد شخصية لا تقل عن أعظم المتوحدين في القرن 20 وال21. الحقيقة الأنبا ميشائيل له فضل كبير جدا على الناس، الكرم، الضيافة، والبساطة، والشخصية السوية، الحقيقة من الصفات اللي مرتبطة بشخصيته. يعني احنا بنشكر ربنا على الهدية اللي متعنا بيها كل السنين دي، عن كل يوم قضيناه معاه واتمتعنا بتعليمه وبأبوته، ونطلب ان ربنا ينيح نفسه وينم عليه بملكوت السماوات. وانا اؤمن تماما ان هو عنده رصيد كبير جدا 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 من اعمال الخير، وان كل الناس اللي هو له الفضل عليها بترفع اياديها لربنا وقلوبها للسماء، وتطلب لي النياح والعزاء والفرح، المكان الذي هرب منه الحزن والكآبه والتنهد. سيدنا تعب في الايام الاخيره، احنا خدنا بركة زيارته مع الآباء الكهنة والرهبان والأم أكساني والأخت تاسوني دميانة والشمامسة، وطلبنا أن جميع كهنة الأبروشية تاخد بركته والشعب. والحقيقة كان بنشعر أن احنا رايحين نقابل شخص السيد المسيح نفسه، وكانت بركة كبيرة أن احنا نتعزى برؤيته، وعندنا سلام من جوه ان ربنا هيحسب له تعبه وهيفرحه في السماوات في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب.
أمين. سيدنا محبتك واضحة جدا وحقيقي، عكست علينا كلنا كل التفاصيل اللي نيافتك شرفتنا وباركتنا بسردها. خلينا نعرف أكتر عن ترتيبات جناز أنبا ميشائيل ورسالتك للشعب الإبراشية ولرهبان الدير الآن. الحقيقة الترتيبات كلها في يد صاحب الغبطة والقداسة أب الأسقفة كلهم وراع الرعاة سيدنا البابا، يشمل الكل بحنانه وبرعايته وبأبويته وبحكمته. كل حاجة سيدنا بيعملها بيكون فيها عمل الروح القدس، علشان كده لا يمكن نتكلم في حضرة صاحب الغبطة والقداسة، الأمر في يد سيدنا، وكل اللي سيدنا بيقوله بنشعر إن ده قرار من عند ربنا وشايفين عمل ربنا على إيديه. فكل الترتيبات موضوع في يد رئيس الأساقفة البابا المعظم الأنبا تدروس الثاني. بنطلب من ربنا ينم عليه بالصحة والعافية والقوة ليتمم الرسالة التي اتمناه الرب عليها. الكلمة لأبناء المتنيح الأنبا ميشائيل وتعزية من نيافتك لأبناء ومحبيه. عايز أقول إن احنا بنشكر ربنا على الفترة الجميلة اللي تمتعنا بأبوته وخدمته معنا وفسطنا. نشكر ربنا على التعليم اللي تعلمناها منه، نشكر ربنا على الهدية اللي أنعم بيها للكرة الأرضية وأنعم بيها على كنيستنا، هذه الجوهرة الثمينة. علينا لكي نفرح قلبه أن نعمل بتعليمه وأن نحب بعضنا البعض، أن نحترم بعضنا البعض، نتعاون مع بعضنا البعض. علينا أن نركز في العمل البناء، علينا نتعلم التضامن، علينا أن نتعلم خدمة الفقير، علينا أن نتعلم منه التواضع والخدمة، علينا أن نتعلم عدم الإدانة، علينا أن نتعلم أن الصلاة هي أهم شيء في حياة الراهب، ونتأكد أن مصدر القوة هو ربنا وليس ذكائنا وعضلاتنا، إنما علينا أن نسلم أمورنا لربنا، وعلينا أن نتأكد أن مصدر القوة هو الهيكل وهو الصلاة وهو القداس. إذا احنا عملنا زي اللي الأنبا ميشائيل كان بيعمله وبيعلمه لنا، هنبقى ناس ناجحين وهتبقى كنيسة قوية وهنفرح قلبه. علينا أن احنا نتعلم ربط كنيستنا في ألمانيا بكنيستنا في مصر، وعلينا أن احنا نشعر أن احنا مش مسؤولين بس عن الأقباط، ولكن مسؤولين أيضا عن المجتمع الأجنبي. وعلينا أن احنا نعامل الناس مش على حسب دينها وطائفتها، إنما نعامل الناس على أنها صورة ربنا ومثاله. فلا ننسى زيارة الأنبا ميشائيل لبعض كبار موظفين الحكومة المصرية اللي جم يتعالجوا في جامعة جيسن، وكان بيروح يودلهم الأكل بإيده وكان بيأكلهم بعد ما عملوا عمليات ناجحة، وكان بيهتم بيهم كما لو كانوا أعضاء في الكنيسة القبطية، ما كانش بيفرق بين المسيح والمسلم. كان يقدم محبة للجميع. كان يقدم محبة للجميع بلا تمييز، وكان متميز في تواضعه وخدمته للكبير والصغير والمريض والسليم والغني والفقير والمتعلم والأقل تعلم. آخر لقاء كان بين نيافتك والمتنيح يا سيدنا. احنا كنا من أيام قليلة خدنا الأباء الرهبان والكهنة وأمنا أكساني والأخت دميانة، ورحنا خدنا بركته. كان في واحد اسمه الشماس فادي البراموسي من أمريكا، رحنا مع بعض خدنا بركة سيدنا ومتعنا باللقاء معه. وبعد ما الكل خرج رجعت تاني وقعدت معه وطلبت بركته وطلبت إن هو يصلي لي، وتبركت بيه في قعدة خاصة معه. وبعد كده تركت المكان عشان يستريح، لأن أنا كنت شايف إنه متألم جدا. فالكلام ده كان من أيام قليلة، وكنت شعر إن احنا لما بنزوره كأننا زرنا المسيح نفسه، وكنا راجعين في ارتياح إن احنا خدنا بركته وقدرنا نسأل عليه ونشوفه ونتبارك بيه. كل الشكر لنيافتك على هذه المداخلة السرية والحديث عن أبينا المتنيح الأنبا ميشائيل. عزاء لكل الإبراشية ولكل أبناء ومحبيه. بشكر نيافتك سيدنا نيافة الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا. كل الشكر نيافتك على وقتك ووجودك معنا في هذا الوقت اللي يمكن أنتوا بترتبوا فيه تفاصيل الجناز. بشكر نيافتك جدا. الشكر لربنا والشكر ليكم على اهتمامكم وتعزيتكم ومحبتكم.
مشاهدينا هيكون لنا أيضا تغطية لما يحدث الآن وترتيبات جناز صاحب النيافة المتنيح أنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا، ولكن في نهاية الحلقة، لأن هينضم لنا الآباء الأحبار، الآباء الأجلاء اللي كانوا بيخدموا مع سيدنا، وده هيكون لأن هم الآن في اجتماع للترتيبات كيف سيتم الصلاة على الجثمان سيدنا، والترتيبات الجناز هتكون إمتى، وإن كان جانا الآن سيوضع الجثمان في صندوق زجاجي نظرة الوداع بدير الأنبا أنطونيوس، واحتمالية إن تكون الجنازة يوم الثلاث أو لسه هنعرف من الآباء عندما يكونوا معانا، بس ده هيكون بتوقيت القاهرة هيكون الساعة 11، يعني هنستنى لآخر الحلقة لما يكونوا انتهوا من الاجتماع والترتيبات علشان نعرف أكتر، ومن خلال الآباء اللي هناخدهم من ألمانيا كمان هنعرف أكتر عن سيدنا المتنيح أنبا ميشائيل ونقترب من هذه الشخصية الثرية. دائما كنيستنا كنيسة الوفاء، وفكرة المحبة اللي أنا شايفاها، المحبة اللي أنا شفتها من نيافة الأنبا دميان لنيافة الأنبا ميشائيل والكلام عنه بكل هذا الحب، وفكرة أنه بيتكلم عن فكرة أن سيدنا حول مكان من خمارة أو مكان يسكن فيه الشيطان أن يكون بيت من بيوت ربنا بيخدم ويكون بيرفع فيه اسم السيد المسيح كل يوم ببركة الأنبا ميشائيل. خلينا زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي هنستثني الكلام عن احتفاليتنا بمئوية ميلاد قداسة بابا شنودة الثالث، لكن بعد الفاصل، وبعد كده هنرجع في آخر الحلقة هنتكلم أكتر عن التجهيزات لجناز صاحب النيافة المتنيح الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. هنعود ونستأنف مع حضراتكم تفاصيل الصلاة والجناز والاستعداد لصلاة الجناز على أبينا المتنيح الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا، ورقد اليوم بشيخوخة صالحة أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بكرافي بلاغ بجنوب ألمانيا. خلينا نستقبل بعض المكالمات نعرف أكثر عن الترتيبات والتفاصيل وعن حياة أبينا المتنيح بين أبنائه. خلينا ناخد مع حضراتكم دلوقتي أبونا إبرام نجيب كاهن كنيسة القديس ماري مرقس بفرانكفورت. حدث سلام قدس أبونا. سلام والنعمة. تعزينا لقدسك ولكل أبناء ومحبي سيدنا أنبا ميشائيل. نشكر محبتكم واهتمامكم وتعبكم. خلينا نعرف من قدسك الترتيبات وإيه اللي هيحصل والصلاة هتكون إمتى على جثمان سيدنا. احنا منتظرين حضور نيافة الأنبا برنابا الموفد من قبل قداسة البابا، حيوصل بكرة إن شاء الله. وهو اللي هيحدد ترتيبات الجنازة وإمتى معاد الصلاة. كلمنا أكتر عن أبينا المتنيح الأنبا ميشائيل وعلاقته بأبنائه وعلاقته بيكم والأباء اللي كان. هو الحقيقة الأنبا ميشائيل من قبل ما يبقى أسقف من 10 سنين كان موجود في ألمانيا من أوائل الثمانينات. كان أبونا ميشائيل البراموسي، وهو من الناس اللي ابتدت الخدمة هنا في ألمانيا وأنشأ الدير دلوقتي بقى عامر بالأباء الرهبان. استحمل مشقات وأتعاب كتيرة جداً لحد ما قدر يكون هذا الدير، ولما ترسف أسقف أسس كنائس كتيرة لدرجة أن احنا في جنوب ألمانيا وصل عدد الكنائس بنعمة ربنا ما يقرب من 32 كنيسة، بعد ما كان العدد في ألمانيا كله ما يقرب من 7 كنائس بس. لكن هو بمثابرته ومحبته وببساطته وباتضاعه وبخدمته عمل خدمة كبيرة. هو كان أب مش بس لأبروشية جنوب ألمانيا، لكن في واقع الأمر هو كان أب لكل الناس اللي موجودين في أوروبا. ناس كتيرة كانت بتيجي من هولندا ومن فرنسا ومن إيطاليا تتمتع بأبوته ومحبته ورعايته وبسطه. علاقته بأبائنا الكهنة وأهم النصايح اللي كان بيديها لكم، أهم التوجيهات في الرعاية والتعامل مع أبنائه من شعب الإبراشي.
هو كان إنسان ما نقدرش نقول عليه أسقف بمعنى الرئيس، لكن كان هو أب حنين جدا ومتضع جدا حتى مع الآباء الكهنة، كان يسيب لنا المرضات الخاصة بالأب الأسقف، كان يقول لنا لا أنتوا صلوا، وفي اتضاع وفي محبة كان بيحتوي الكل، وكان كمان يقول لنا نصحته إن احنا نفتقد الناس ونفرح الناس ونريحهم بإن احنا نقربهم من شخص السيد المسيح. فكانت فكرة الاحتواء مش بس للآباء الكهنة ولكل الشعب، هو عنده قدرة رائعة إنه يهتم بينا ويهتم بشعبه ويحتوي الكل في اتضاع وفي محبة دون تسلط أو دون رئاسة. قدس أبونا إبرام، كلمة تعزية للشعب الإبراشية ولكل شعب الكنيسة. احنا فقدنا أب غالي جدا، لكن لينا ثقة في ربنا، ربنا هو الراعي بتاعنا واللي اشتغل في الأنبا ميشائيل ولمدة حوالي 40 سنة هنا في ألمانيا، هو يقدر يكمل عمله معانا ويدبر كل أمورنا ويسندنا، وهو اللي يدينا التعزية اللي احنا كلنا محتاجينها والسندة، لأن احنا فقدنا أب غالي جدا علينا. كل الشكر لقدسك قدس أبونا إبرام نجيب، كاهن كنيسة القديس مرمرقس بفرانكفورت. شايفة محبة وأبوة كانت واضحة جدا في التعامل. أبينا المتنيح أنبا ميشائيل كان أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بكريف بيلباخ ألمانيا، رسم بيد صاحب الغبطة قداسة البابا الأنبا توادروس الثاني. كان تاريخ ميلاده 6 أغسطس 1942. خدم في ألمانيا بعد رهبنته بقليل، أسس خلالها جهد طويل قبل أسقفيته أول دير في ألمانيا بل وفي كل أوروبا، وهو دير الأنبا أنطونيوس باهتمام قداسة بابا شنودة الثالث الذي اتسع وضم رهبان ثم اعترف به المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأقيمت فيه الكلية إكليريكية. وحقيقي واضح أنه تاريخ كبير من الخدمة وسط أبنائه والتأثر. هيكون معانا مداخلات أخرى للاقتراب ونتعرف أكتر عن أبينا المتنيح الأنبا ميشائيل وعن خدمته وسط أبنائه. حقيقي واضح أنها خدمة مثمرة تقريبا زي ما قال قدس أبونا إبرام، 40 سنة بين أبنائه. خدمة المهجر ليست بالسهلة أبدا، أكيد بتحتاج لجهد مضاعف. معانا قدس أبونا بول الشحاتة وكيل إبراشية جنوب ألمانيا وكاهن كنيسة العذراء الحصن ديسلودوروف. سلام يا قدس أبونا. سلام والنعمة. تعزينا لقدسك ولكل إبراشية وشعب أبينا الحبيب الأنبا ميشائيل. بشكر محبتك ومشاعرك الطيبة. حابين نعرف أكتر عن سيدنا المتنيح أنبا ميشائيل وعلاقته بالآباء الكهنة وبشعبه يا أبونا. سيدنا الأنبا ميشائيل ربنا ينيح روحه بالصلاة عننا، كان يعني أب بمعنى كل معنى الأبوة، في حنانه في عطفه في مشاعره في معاملاته مع الآباء الكهنة ومع كل الشعب. وما كانش بس خدمته قاصرة على مكان معين، إنما الحقيقة خدمته امتدت لكل أوروبا. كتير كتير من الأباط في الدول المجاورة، هولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بيجوا مخصوص علشان ياخدوا بركته ومشورته. ده حبه وحنانه كان بيستوى بالناس كلها، فتح بيته وديره وفتح حضنه وقلبه لكل الناس بكل مشاكلهم وهمومهم. ما ردش انسان ولا بعد انسان مهما كانت الظروف صعب او مهما كانت احتياجاته صعب، لكن سيدنا كان بيحب الناس كلها ويقبلهم بترحاب كبير جدا. قدس أبونا بولس اظهر حبه. اتفضل. نعم يا ماما. سامع قدسك، اتفضل يا بولس. اظهر حبه الحقيقه لكل اللي بيلتجوا اليه كزيارة يتباركوا أو ياخدوا نصيحة وإرشاد أو عندهم مشاكل عايزة حل أو ما لهمش مكان
يقويهم، كان هو بياخدهم وبيستضيفهم عنده، يعني نفذ وصية المسيح بكل حذافيرها في المحبة، في الاستضافة، في الخدمة، في البذل، في التضحية للفقير وللغني. وكمان أكثر من كده إن هو الحقيقة كان يعني شغوف على خدمة المرضى. السيد المسيح قال كنت مريض فزرتموني. هو ما كانش يعني يكل أو يمل في زيارة وخدمة المرضى أو في خدمة الآتيين للعلاج من الخارج من مصر أو من بلاد أخرى وبيرضوا. ألمانيا كان فاتح مكانه وحضنه وديره لكل الناس، كان بيساهم بجهد وبتعب، كان بيساهم بأموال وفلوس قدر المستطاع بل وفوق الاستطاعة. وكان عنده إيمان قوي قوي بربنا إن مش ممكن هيطلب حاجة من الله والله يردها أبدا، وده اللي كان مخليه قادر يعمل خدمات تفوق عقل البشر. يعني خدم كتير من الآباء الأصفى ومن الآباء الكهنة ومن الشعب وكل المحتاجين للخدمات وعلاج، عمره ما رد حد ولا رجع حد أبدا فارغ اليدين. بصفة قدسك يعني محبته لو كتب فيها مجلدات مش هتكفي. بصفة قدسك وكيل الإبراشية أكيد كنت أكثر قربا بأبينا المتنيح، إيه أكثر النصايح والطلبات اللي كانت ممكن تبقى من آباء الكهنة، القواعد اللي كان مهتم إنها تكون في الخدمة وترسو فيها كل جوانب الخدمة؟ سيدنا كان دايما حريص على إنه ينبهنا للإفتقاد، للبحث عن الضال، عن البعيد. يقول لنا اللي موجودين معاك في الكنيسة انت ضامن دول ماشيين مع المسيح، انما اللي ما بيجيش واللي بيغيب لازم تدور عليه. كان دايما ينبهنا ان احنا لازم نفتح قلبنا وبالحب نتسوق بالناس. كان دايما يقول لنا الكاهن اللي قلبه مش مفتوح بالحب للشعب المسيحي اللي بيخدمهم يبقى ما بيعملش حاجة ومش هينجح في خدمته. فبالمحبة اقبلوا الناس واحتملوا الناس، احتملوا الضعفاء واحتملوا الناس اللي بيتعبوكوا اكثر من الناس اللي بيكرموكوا، لان هم دول المحتاجين للخدمه اكثر. اتسابونا المواقف اكيد بمكانه قدسك اكيد كنت اكثر قربا من سيدنا المتنيح، خلينا نعرف المواقف اللي كانت بينه وبين ابنائه وكانت في حضور قدسك، المواقف اللي نيافتك اللي حضرتك ما تنساهاش اتسابونا. أنا الحقيقة ما انساش محبته الأبوية، إن هو وهو أب أسقف كان بيقوم بيخدم على الناس كأنه أقل واحد في وسطهم، بإيده يجيب لهم الأكل، بإيده يعمل لهم الشرب، بإيده يشوف احتياجاتهم، يطلع يفرش لهم الأوض اللي هيناموا فيها عنده. يعني كان التواضع اللي فيه غير عادي غير عادي، إنسان بمنتهى البساطة سلف وعاش حياته الرهبانية من قبل الأسقفية وبعد الأسقفية، استمر بجهد ونسك أكبر. يعني الحقيقة لا ما نقدرش نحصي أو نعد قد إيه مواقفه اللي كان فيها بتظهر التواضع العجيب في حياته ومحبته الكبيرة المتسعة للكل، للطفل وللكبير. الكل حبوه، شباب وكبار في السن، الكل التفوا حواليه لانهم كانوا بيلاقوا عنده الهدوء. اللي يجي تعبان وشايف هموم الدنيا يكفيه انه يقعد جنب سيدنا دقايق محدوده يخرج مبسوط وفرحان ونسي كل همه وتتحل مشاكله. كانت سنوات ربنا مديله نعمه كبيره قوي. كانت سنوات الخدمه 45 عام يا قدسابونا كلها في بلاد المهجر. ايوه ايوه اه اه سيدنا خادم الفترة دي كلها هو ايديه واستلم خدمته من ايدين ابونا صليب سوريالي المتنيح اللي بدا الخدمه في المانيا وبدا يجهز. واول ما بدا ابونا صليب يفكر في اقامه الدير، الاول كان سنتر كمركز يتجمعوا فيه الاباط ويأدوا اوقات روحيه ليهم، طلب من قداسه البابا شنوده فارسل ابونا ميخائيل اللي هو نفس الانبا ميخائيل وجه وقعد وهو الحقيقه بيشار على كتافه بنى هذا المكان وتاسيسه وتاسس فيه حاجات كتير قوي، يعني ما نقدرش نعدها كده بالسرعه في دقائق.
يعني دير لرهبان كان أول دير في أوروبا كلها، وانتظم ومشي بحسب الرهبنة الحقيقية اللي ماشية في أديراتنا في مصر. كلية إكليريكية على مستوى عالي جدا وراقي في التعليم، وخرجت دفعات كتير 14 أو 15 دفعة لغاية دلوقتي اتخرجوا منها. يعني أماكن للشباب، خدمة الأطفال، عمل حاجات معجزات، تعتبر معجزات الحقيقة. هل في تفاصيل اللي عملها في خلال المدة اللي قضاها في خدمة الكنيسة كاتولي؟ هل في تفاصيل عن وقت الصلاة على الجثمان والجناز، وتفاصيل الأيام القادمة هتكون إيه أقسامها وترتيباتها؟ هو حاليا موجود في الكنيسة، احنا أمامنا الصورة زيارة بس في نظام محدود علشان يبقى في يعني احترام للموقف. أما مواعيد الجنازة لسه ما تحددتش، في إجراءات طبعا روتينية ومدارية لازم بتتعمل، وأول ما تنتهي هنعلن عن ميعاد ومكان الجنازة. الجنازة طبعا هتبقى في الدير بتاعه اللي هو خدمه وعمله وأسسه، وهيدفن فيه إن شاء الله بموافقة قداسة البابا، إنما لسه الميعاد ما تحددش بالظبط. كل الشكر لقدسك، كلمة تعزية لأبنائكم في الإبراشية وكل محبي سيدنا المتنيح. أنا طبعاً بطلب العزاء لنفسي وليهم بصلوات سيدنا القداسة البابا وبصلوات سيدنا الأنبا المشاهير المتنيح وصلوات الكل من أجلنا، لأن هو سايب فرح كبير كبير قوي، والصدمة بالنسبة لنا صعبة جداً، لكن إحنا واثقين في محبة الله إنه ما بيسيبش كنيسته واللي بيتابعها من أيام تأسيس السيد المسيح ليها على أعمدة الرسل، إن هيكمل المشوار ويجيب لنا الأب الحنين الطيب اللي يشيل الرسالة ويكملها إلى النهاية، ويمتد عمل المسيح في كنيسته إلى أبد الأبد. كل الشكر قدس أبونا بولس الشحاتة وكيل إبراشية جنوب ألمانيا وكاهن كنيسة سيد العذراء الحصن دوستلدورف. هل معانا مداخلات تانية من ألمانيا يا جماعة؟ هيكون معانا إن شاء الله مداخلات أخرى نعرف أكتر عن سيدنا المتنيح أنبا ميشائيل، واللي كان نعي الكنيسة اليوم من قداسة البابا والمجمع المقدس، يودعون إلى سماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرفي بلباخ وجنوب ألمانيا، وذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طيلة 45 عاما كانت معظمها قبل درجة الأسقفية وأثناء خدمة نيافته في بلاد المهجر، ونذكر له بكل التقدير والعرفان خدمته البازلة التي قدمها في عمله الخدمي، حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها، ورعاه مع كل كنائس جنوب ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم التي أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة، ونثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. خلص العزاء لجميع رهبان دير القديس الأنبا بكرفي بلباخ ومجمع كهنة وخدام وشعب إبراشية جنوب ألمانيا وكل أبناء ومحبي أبينا المتنيح أنبا ميشائيل. كمان صاحب النيافة الأنبا أرمية، نيافة الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، يتقدمان بخالص العزاء في نياحة نيافة أبينا ميشائيل نياحة الروح الطاهرة، وعزاء سمائيا لقداسة البابا تودروس الثاني وأباء المجمع المقدس وشعب إبراشيته وجميع كهنته ومحبيه. حقيقي أيوة معنا أبونا فيلوبيش جورج. معانا قدس أبونا فيلوبيش جورج كاهن كنيسة العذراء وقديس بطرس. قدس أبونا سلام. سلام ونعمة مدام ألفت، ربنا يعوضكم. عزاء لقدسك وكل شعب. كيفش ربنا يخليكي. الحقيقة في البداية بننقل تعازينا إلى أبينا حضرة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وكل أعضاء المجمع المقدس، وبنطلب العزاء من فم قداسته المبارك
لكل الاباء، مجمع الرهبان دير انبا انطونيوس ومجمع الاباء الكهنه وكل الشمامسه وكل الخدام وكل شعب القبرشيه. وتسابونا عايزين نعرف اكتر عن ابينا المتنيح انبا ميشيل. الحقيقه صعب علينا ان احنا نتكلم عن ابينا حضره صاحب النيافه، نيافه الحبر الجليل الانبا ميشيل، ولكن هو كان ملاك بيعيش معانا على الارض. يعني اتذكر ان سيدنا البابا توادرس في زيارته في 2018 كان رايح يدشن كنيسه ألطنة، وبعدين وصل لقى سيدنا موجود، فقال له سيدنا هو الملائكه ما بتنامش. مره تانية كان سيدنا انبا موسى كان عندنا وبنوصله المطار، فبقول له سيدنا انبا موسى سيدنا انبا ميشائيل ملاك، فقال لي لا سيدنا انبا ميشائيل رئيس ملائكه. وفعلا كان سيدنا انبا ميشائيل كان رئيس ملائكه وكان قديس عايش معانا على الارض. بكره عيد ميلاد سيدنا الارضي ويبقى عيد ميلاده السماوي. سيدنا اتولد في 6/8 سنة 42 وعاش 65 سنة في الرهبنة، 45 سنة في الرهبنة وعشر سنين في الأسقفية. الحقيقة مفيش مرة كل ما يتقابل مع أي شخص إلا ما يشعر بالتواضع والخجل الشديد والأبوة من محبة سيدنا. سيدنا كان بيتعامل مع الكل بمحبة وتواضع بلا حدود. كان ملاك عايش في وسطينا وجوهرة من دير البراموس، بركة أوروبا وبركة ألمانيا كلها. كان سيدنا محب جدا للقداسات اليومية، كل يوم يبقى موجود قبل كل الآباء وقبل كل الناس في الكنيسة عشان القداس بدري. التسبحة يبقى موجود برضه قبل الآباء وأول واحد يكون في المجمع ويعمل التسبحة. كذلك في العشيات صلاة الغروب والنوم، ويدخل الكنيسة أول واحد ويخرج آخر واحد لما يطمن على كل شيء بنفسه. كل من تعامل مع سيدنا شعر بقوته وهيبته واتضاعه ومحبته. يعني كان مثلا يبقى قاعد معانا يخلص هو يقوم بنفسه يخدم علينا ويغسل طبقه بنفسه. احنا كاباء لما كان يتعامل معانا كان يتعامل معانا بكل حب وكل حنان، يعني حتى لدرجه المردات اللي بيقولها الاب الاسقف هو اللي يقولها الاب الاسقف هو ما كانش يقولها، كان يسيب اولاده الكهنه هو يقولوها. كان لما يجي يناولنا احنا ككهنه المفروض كاب اسقف هو يناولنا بايده، لا كان يخلينا نتناول احنا بالمستير. كان مع الكل في محبه فائقه. يعني اتذكر لما جت دعوتي للكهنوت اتصل بي ابونا كورولوس، كان بيخدم في الكنيسه قبل مني، وبعدين اتصل قال لي ممكن تيجي النهارده تدير عشان سيدنا عاوز يقابلك. فقلت له سيدنا عاوزني ليه؟ انا سيدنا ما كانش يعرفني قبل كده. فقال لي معلش تعالى النهارده ضروري سيدنا عاوز يقابلك. فاتصلت بابونا قلت له ابونا طب ممكن ااجل بكره او كده؟ فقال لي لا النهارده. فوصلت الدير متاخر الساعه 11 بالليل، لقيته قاعد مستنيني. وبعدين قال لي انت فلان؟ ما كنتش اعرف حاجه. فقلت له اه. قال لي قعد معايا شويه وقال لي احنا عاوزين نرسم كاهن في المنطقه عندكم. قلت له سيدنا احنا بنحب ابونا كورولوس جدا ويا ريت نيافتك تسيبه لنا ما نستغناش عنه. قال لي لا ابونا كورولوس بيخدم في 8 اماكن وانا محتاجه ومحتاجين واحد عندكم. فقلت له طب نيافتك شوف عندنا تلاقي قدام، لكن ربنا يرشد نيافتك. قال لي لا ما هو ربنا ارشدني واحنا عاوزينك انت تبقى كاهن. فقلت له سيدنا حليني انا ما انفعش ومش مجهز ومش مؤهل دلوقتي وانا لسه جاي جديد وكده. قال لي لا. قلت له طب نيافتك ناجل الرسامه شويه. قال لي لا ما ناجلش الرسامه بكره.
قلت له بكره ايه يا سيدنا؟ قال لي بكره مساء. قلت له طب حتى زوجتي ما تعرفش او كده؟ لان زوجتي، فقال لي لا تبقى بعدين، ابقى اعرفها بعدين. وهو بالشفافيه والابوه بتاعته، لان كان كذا مره في مصر، وانا يعني قلت ما استحقش الكهنوت ورفضت، وزوجتي برضه. فهو بالشفافيه بتاعته كان عارف ان زوجتي هترفض، وبعدين قال لي لا بكره رسامه. قلت له طب نيافتك انا ما فيش معايا اي حاجه. قال لي لا ما انا مجهز لك كل حاجه. بصيت لقيته مجهز لي فراجيه من بتوعه، وصليب صدر من بتوعه، وصليب يد من بتوعه، وشاف العمة، وانا كان معايا تونيا كده. قال لي ادخل الهيكل هتلاقي طيلسانه. وفي كل ابوه وفي كل محبه، صبحت الصبح واحنا في القداس، ولقيته بيقول لي عاوز تتسمى ايه؟ فقال لي نسميك دانيال. قلت له سيدنا لو ينفع فلوبوس. قال لي عشان كنت بتخدم مع الله فلوبوس. وعشت معاه فتره ال 40 يوم في الدير، من اجمل فترات العمر. يعني كان هو اللي بيسلمني بنفسه، كان هو اللي بيسلمني بنفسه. وبعدين جينا يوم قداس استلام الذبيحه، قال لي انزل الكنيسه تحت وهيجي لك حد من الاباء يسلمك. بصيت لقيته هو اللي جاي ورايا. وتخيلي اسقف واقف طول القداس ما قالش ولا كلمه، وكل حاجه سايبني انا اللي اصلي. جيت اعمل دوره البخور، هو يمسك البشاره والصليب ويلف قدامي. اقول له سيدنا ما ينفعش. ادي اغسل ايدي، ابص الاقيه هو جاي يحط عليا ميه عشان اغسل ايدي. تواضع وابوه حقيقيه. تواضع وابوه حقيقيه، يعني حسينا فيه بالابوه. لما كان يجي مثلا حاجه تضايق الواحد في الخدمه او كده، يطبطب عليا ويقول لي يا ابونا معلش دي بركه الخدمه، ودي صليب الخدمه، ما تزعلش ما تزعلش. يعني كان محبه غير عاديه وابوه. كنا بنحس باب حنين علينا كلنا، ولن يكرر ولن يعوض سيدنا انبا مشائيل. ربنا رفعنا بصلاته. مره ثانيه كنت واخد منه ميعاد ان يجي الكنيسه يصلي قداس. وبعدين تعب واعتذر، فانا زعلت. فنزلت الكنيسه، عندنا كنيستين، كنيسه فوق وكنيسه تحت. نزلت الكنيسه تحت، بصيت لقيت زي صورته في الهيكل بيمشي في الهيكل. فانا رشمت الصليب وفي لحظه ما لقيتوش. وبعدين بعد كده بقول له سيدنا نيافتك مش هتجيبنا. قال لي ما انا جيت والكنيسه قاعد يوسف في الكنيسه تحت. قلت له سيدنا نيافتك ما صليتش عندنا ولا مره. قال لي لا ما انا جيت. قلت له طب نيافتك جيت مع السواح، عاوزين نيافتك تيجي تصلي معانا. قال لي لا لا لا، هو انا باجي مع السواح، وانا باجي مع السواح بالطريقه دي. لكن هو كان اب قديس، اب حنين، اب حلو كده لن يبوح الزمان بمثله. خلينا سيدنا يعني خلينا ناخد تعزيه من قدسك لابناء وابنائك وكل محبي المتنيح عنبا ميشائيل. الحقيقه احنا عزانا الوحيد اللي واثقين المكانه اللي وصل لها سيدنا الحبيب الانبا ميشائيل، واثقين في شفاعته لينا وصلاته من اجلنا، واثقين في محبته لاولاده ولبروشيته ولكهنته ولكنايسه. سيدنا انبا ميشائيل كان يحب اي يسمع عن اي كنيسه يقول لا ناخدها قبل ما تتقلب حاجه تانية او كده. يعني مره كنيسه من الكنائس اتاخدت اتقلبت مزرعه هنا باعوها واتقلبت مزرعه لحاجه تانية، كان زعلان جدا ويقول الهيكل اللي بيتقدس فيه. فكان يبقى كده كان يزعل جدا، وكان يتمنى كل كنيسه يشتريها ويحولها. بنى كنايس كتير وعمر كتير، فشفاعته كده تكون سند لينا وتكون سند لكل الاباء ولكل الشعب ولكل الخدام، لكي يعيننا الرب كما اعانه. ونطلب شفاعته من اجلنا، وان يشفع لينا امام عرش النعمه، ويذكرنا في السماء زي ما كان بيذكرنا على الارض. حقيقي من كلام قدسك واضح ان احنا بنتكلم عن اب محب متواضع حقيقي الأبوية. بشكرك جدا قدس أبونا فيلوبوس جورجي كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس بطرس ألمانيا، بشكر قدسك جدا. فكرة الكلام اللي بيقوله أبائنا ونحن نقترب أصل أكتر من أبينا المتنيح،
الكلام عن أبوته الحضرة، عن أنه هو يهتم بابنه اللي جايبه لسه هيترسم كاهن، بأنه هو يوفر له حتى الملبس الكهنوت علشان هو فاجئه بالقرار، فكرة أنه هو يتبناه وبرعاية حقيقية ليه حتى أثناء 40 يوم خلوته في الدير. قربه واهتمامه بكل هذه التفاصيل البسيطة لا تأتي إلا من رعاية أمينة وأبوة حقيقية، أن يكون وسط أبنائه المحبة والحزن اللي سمعاهم في الأصوات الأباء اللي بناخدهم أكيد كمان ما تقلش أبدا عنها في الرعية الموجودة. فكرة الخدمة في المهجر خدمة شاقة وصعبة جدا، فكرة المسافات والبعد في المسافات الكبيرة، فكرة أنت تاخد حاجة علشان تعملها كنيسة وتعمر تعمير إنشائي بجوار التعمير الروحي أكيد محتاج مجهود كبير جدا. 45 سنة من الخدمة لأبينا المتنيح أكيد كان فيهم الكثير والكثير، وإحنا النهاردة بنحاول نقترب ونكشف لحضراتكم عن أبينا ورعينا المتنيح الأنبا ميشيل أوسقف في جنوب ألمانيا، نعرف أكتر عن هذه الخدمة واقترابه من أبنائه. واضح أن كان فيه ارتباط وتواصل مباشر، الحزن مخيم على جميع أبناء الكنيسة، بنتقدم لهم بالكامل التعازي وربنا ينيح روحه ويكون شفيع عنا في السماء. أكيد فكرة الأبوة الحقيقية دي بتسيب أثر حقيقي في نفوس الأبناء، لما بيكون الأب لين الطبع، لما بيكون الأب حنين، لما بيكون الأب جواه محبة حقيقية ترفق بأبنائه، أكيد ده اللي احنا شايفين ردود الأفعال النهاردة من الآباء اللي بنسمعهم، وأكيد ده لسان حال الرعية كمان الموجودة، لأن هو الأب الأسقف هو اللي بيوجه الآباء الكهنة في الرعاية، اخدموا توجيهاتي 1-2. واضح جدا إن في تواصل مباشر، في قرب، في إلمام بكل ما يخص أبنائه، بالتالي بيختار الآباء حتى قريبين من الآباء. أبينا فلوبس اللي كان بيتكلم دلوقتي كان واضح جدا ان هو بشكل شخصي قريب من سيدنا، بشكل شخصي احتك وسمحت الظروف ان يشوف كمان حاجات بركات وتجليات لسيدنا المتنيح. يمكن احنا النهارده كمان انا محظوظه ان اخذت بركه النياحه دي ونحن نتكلم عنه ونكون يصلي عننا كلنا في السماء، فكره ان ميسات تكون بتنقل نقل حي لما يحدث الان، وشايفين صوره من الكنيسه لجثمان سيدنا، يكون صلواته عنا وعن كنيسته وعن كل ابنائه، يكون شفيع علينا كلنا في السماء. خلينا نقول لحضراتكم مرة أخرى، يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرفخاخ وجنوب ألمانيا، ذكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طيلة 45 سنة كانت معظمها قبل درجة الأسقفية وأثناء خدمة نيافته في بلاد المهجر. نذكر له بكل تقدير وعرفان خدمته الباذلة التي قدمها في عمله الخدمي، حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها، ورعى مع كل كنائس جنوب ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة، ونثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. خلص العزاء لجميع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكر في الباخ ومجمع كهنة وخدام وشعب إبراشية جنوب ألمانيا وكل أسرته ومحبي سيدنا أنبا ميشائيل. هل هيكون معنا مداخلات تانية من ألمانيا؟ احنا بنحاول نسمع كل أبناء سيدنا، بنحاول نتواصل مع كل اللي ممكن يقربنا ان احنا نعرف عنه أكثر وعن خدمته أكثر، لأن أكيد خدمة طويلة 45 عام من الخدمة تستحق أن احنا نتوقف أمامها. خلينا نقول لحضراتكم كان الاسم لسيدنا القمص ميخائيل سانتا أنطوني، ده كان اسم سيدنا، وكان تاريخ الرسامة أسقف يوم 16 يونيو 2013، كان على يد قداسة البابا توادروس الثاني، كان أسقفا على ورئيس دير الأنبا أنطونيوس كيري في الباخ ألمانيا. وزي ما سمعنا حضراتكم يمكن الحاجة اللي ألهنا أنبا دميان كانت عن الكنيسة، أول كنيسة أخذها وأول مكان أخذه للخدمة كان ممكن يبقى مكان لحاجات مش كويسة أو حاجات ممكن بعيدة عن ربنا، أن يتحول بخدمته وبصلاة لمكان يخدم الله.
هيكون معانا. ايوه مين يا استاذ عزيز؟ استاذ طلعت حبشي. معانا من المانيا الان استاذ طلعت حبشي. برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. تعزينا لحضرتك ولكل شعب الإبرشية. ربنا يعزينا كلنا ويعزي شعب الإبرشية وكل الحزن طبعا والأسى. بنودع ملاك إبرشيتنا وأبونا وحبيبنا وقديسنا الأنبا ميشائيل. ربنا يصبر الكل على فراقه، بس هو عند ربنا. ويعني هو مش بس الإبرشية بتاعت جنوب ألمانيا هي اللي في حالة حزن، لكن كل أوروبا بصراحة حزينة جدا على نياحة سيدنا. حضرتك خادم بكنيسة القديس الأنبا أثناسيوس والقديس موريس، كلمنا أكتر. كلمنا أكتر عن علاقتك بسيدنا وعلاقة سيدنا بأبنائه المخدومين. هو بصراحة سيدنا في حياته زي الملاك، يعني علاقته بالخدام والمخدومين، علاقته بالكبير وبالصغير ما بيميزش حد أبدا. يعني كنا لما بنروح الدير نزور نيافته بدون أي معاد، بدون أي تليفون، نيافته بيستنى وبينتظر الكل وبيفرح بوجود الكل، بيرحب بالأطفال، بيحب الخدمة قوي، بيشجعنا دايما على الخدمة، بيقول لنا في الخدمة بس صلوا. هو رجل فعلا الصلاة شعار لنيافته. هو كان دايما بيشجعنا صلي وربنا حيتدخل، وفعلا كنا بنعيش بالصلاة، بنعيش بصلوات نيافته. نيافته كان متواضع جدا. نيافته لما كنا بنروح نزوره كان بيستقبلنا بكل بساطة. أول سؤال كان بيسأله لينا: يا ترى الأوضة ادوكم مفتاح للأوضة؟ أكلتوا شربتوا؟ كان بيطمن على الناس. ما كانش بيميز بصراحة بين أي حد، لا بين الفقير ولا بين الغني، كلنا كنا عند نيافته واحد. بالنسبة طبعا للخدمة، نيافة سيدنا العشر سنين اللي اترسم فيهم أسقف، طبعا الكنائس هنا بقى عندنا في الإبرشية حوالي 35 كنيسة. طبعا معظمها أخذها سيدنا فترة الأسقفية. 35 كنيسة عدد كبير في الإبرشية. حببنا في الكنيسة، حبب ولادنا كمان في الكنيسة. بقى لنا في كل مكان تقريبا كنيسة. كنا زمان لما جينا ألمانيا جديد من حوالي 20 سنة كنا بندور على كنيسة بعيدة أو نروح الدير. كانت المواصلات صعبة والوقت صعب بالنسبة للشغل، لكن النهاردة نيافته شايد لنا في كل مدينة تقريبا كنيسة، وده كله بيبقى خير لأولادنا. شجع الخدمة طبعا والتعليم. أنبا ميشائيل أسقف صلاة. كأسرة كان إيه نصيحته ليك يا أستاذ طلعت؟ كأسرة، كبيت، لما بيقابل أسرتك وحضرتك؟ كان بيرحب جدا بالأولاد ويحب كده يتكلم معاهم، يحب كده يناقشهم في موضوعات، يحب يسألهم عن إيه اللي يعرفوه عن الكتاب المقدس، عن الكنيسة. بالنسبة للأسرة كان دايما وصيته لنا: خلوا بالكم من الأولاد. الأولاد دول خليهم يتابعوا مدارس الأحد، خليهم يتمسكوا بالكنيسة. كان دايما يدقق على النقطة دي، وكان دايما يسأل الأولاد أسئلة يعني من الكتاب المقدس وغيره، أو أسئلة حتى عن المدارس وبيعملوا إيه أو أسلوب الحياة. كان لطيف جدا مع الأولاد، كان لطيف لدرجة يعني الأولاد نفسهم كان يحبوا أن يسلموا على سيدنا أو يروحوا يسلموا على سيدنا في تواضعه ومحبته وسؤال عليهم. المواقف يعني اللي حضرتك مش ناسيها للمتنيح أنبا ميشائيل؟ المواقف الصراحة كتيرة، المواقف كتيرة. يعني أنا من خلال خدمتي في ألمانيا شفت التواضع على أصوله عند أنبا ميشائيل، شفت صورة الرهبنة، شفت صورة الرهبنة الحقيقية. أنبا ميشائيل 45 سنة نقل لنا صورة الرهبنة وصورة الراهب الحقيقي، صورة الناسك، صورة فعلا الراهب المتواضع. حتى بعد رسمته أسقف ما كناش بنحس لما كان يجي في الكنيسة عندنا إن هو أسقف. حتى ما كانش بيهتم
بالموكب ولا كان بيهتم ان هو جاي كنيسة، كان بيدخل كأنه أب كاهن عادي جدا، ما كانش بيخلينا حتى نستقبله بإجمرؤوت أو غيره، بالعكس كان يقعد كده كأنه راب، كأنه كاهن الكنيسة، بالرغم من البساطة اللي كان بيدخل فيها الكنيسة، لكن كنا بنشعر بقوة، كنا فعلا بنشكر ان عندنا أسقف قوي جدا. صمته كان أقوى حاجة فيه، الصمت والصلاة عنده كانوا أقوى حاجة بتشجعنا على الخدمة، بتخلينا فعلا ندي أكتر، بتخلينا ننسى الكبرياء وفعلا كلنا نكون نتمثل بيه، نتبسم بيه في الخدمة، نتبسم فيه في التواضع، نكون معاه فعلا قلبا وقالبا. ربنا ينيح نفسه. أمين. كأسرة في المهجر لنا ايه اللي كنتوا محتاجينه من الاسقف بتاعكم وهو وفره؟ محبه واهتمام ورعايه وابوه حقيقيه، ده كان حاصل، لكن اكيد في لمسات انتوا بس اللي تقدروا تبقوا محتاجين لها وعارفين ان احنا ده اللي احنا طالبينه، لان كاسره في المهجر غير جوه مصر، ايه اللي كان متوفر في سيدنا ده؟ سيدنا بس دي حاله خاصه بسيدنا بس. هو اللي كان متوفر في سيدنا هو الاهتمام بالأسرة نفسها. يعني احنا ما ننكرش ان في بتواجهنا صعوبات كتيرة في البلد هنا طبعا، والنفسية ما بتكونش دايما صافية، فكنا بصراحة بنروح لسيدنا كأنه الأب الحنون بتاعنا. كان للأسرة، كان دايما يعني تحديدا للزوجة، الزوجة طبعا يعني لما تكون أضعف من الراجل بتشتكي بسرعة، الحياة صعبة والأولاد والمدارس، كان بيحتضن الأسرة كامل. كان دايما وصيته امسكوا في بعض، امسكوا في ربنا، ما تسيبوش ربنا علشان ربنا يبارك لكم في أولادكم. حديثه كان لينا، كان كله فرح، يعني كنا لما بنقابل سيدنا حتى لو تعبانين من السفر وغيره كنا بنشعر براحة، حتى لو كان جوانا شكوى وتذمر من الحياة، ربنا كان بيدينا في الوقت ده بصلوات نيافته راحة نفسية، كنا بنطلع مبسوطين جدا. لو قلت لحضرتك كلمة لروح سيدنا المتنيح حنبا ميشائيل، نقول ان احنا خسرنا اعظم اسقف عرفناه في يمكن في حياتنا، نقول ان هو فعلا زي ما بيقول الكتاب عنه، حينئذ يضيء الابرار كالشمس ملكوت ابيهم، وسيدنا فعلا كان نور على الأرض وبقى نور في السماء، السماء استقبلته بالرغم أن قلوبنا حزينة عليه، لكن فرحنا أكتر أن السماء فعلا استقبلت أنبا ميشائيل في أحضان القديسين في الفردوس. أنبا ميشائيل ليه أكاليل كتيرة قوي، محدش يقدر يديله حقه، ليه أكاليل في الوداعة والطيبة، البر والقداسة، ليه أكاليل في المحبة والسلام، في البذل والعطاء، التضحية، أكليل في الخدمة والتعليم. ربنا ينيح نفسه ويصبر كل محبيه وهو في مكانة أفضل. أمين. من مكانتنا، ربنا اختاره ويصلي عشاننا ويكون شفيع لنا في السماء دايما. بشكرك أستاذ طلعت حبشي خادم بكنيسة القديس الأنبا أسنان.